مساء الخير عليكم، تحياتي ليكم جميعا. هتكلم معاكم عن الفيديو اللي اصدره محمد علي بالامس، بيطالب الناس بالحشد باعداد ضخمة لمليونية يوم الجمعة القادمة، وكمان بيشجعهم على الاعتصام في الميادين يوم الاربع والخميس اذا حبوا، بس بيقول حاولوا ان العدد يكون ضخم علشان معادلة القوة تبقى اعلى من يعني المتظاهرين يبقوا اعلى من الامن، وبالتالي الضباط والقوات لما يلاقوا عدد مهول في مشهد مهيب مش هيقدروا يعملوا لهم حاجة. طبعا الكلام ده انا ضده تماما، لان مش هيكون العدد اضخم من الاعداد الضخمة اللي نزلت في 25 يناير، وبالرغم من ذلك كان في الكثير من المصابين والشهداء. وانت عارف كويس قوي يا محمد ان مفيش اي باك اب بيتعمل للاهالي الشهداء والمصابين، لغاية دلوقتي ما حصل لهمش اي رعاية من الدولة، بل بالعكس خلاص يعني قمة الإهمال. فموضوع الأعداد مقابل الأمن ده عمره ما بيردع أبدا الأمن عن قمع المتظاهرين بكافة الطرق. النقطة الثانية هو مناشدة الضباط والأمن عدم الاعتداء على المتظاهرين، برضو دي حاجة مجرد تصريح او تبريء ذمة، او انا عملت اللي عليا ونبهتكم وانتوا هتتحاسبوا. لكن علشان نيجي لأرض الواقع، مفيش حد هيقدر يغير العقيدة بتاعته، لان هي دي عقيدتهم، هي الطاعة. من ناحية تانية كمان ضباط كتيرة جدا كمان هم نفسهم متداخلين في بيزنس وفي فساد، ومن مصلحتهم بقاء النظام على ما هو عليه. فالضابط اللي ممكن يعصى الأوامر هو الضابط اللي فعلا بيقبض مرتبه وبس، ما بينتفعش بأي شكل من الأشكال من أي مصالح مع أمين الشرطة ومع ناس موجودين في كل حتة وفي كل مكان في كل الأحياء الشعبية، والمخبرين والأمناء والضباط. لا ده بيزنس كبير ومافيا كبيرة، ومن مصلحتهم بقاء النظام. فإحنا نشيدهم ان هم ما يعتدوش على المتظاهرين. طبعا يعني اشك ان ده ممكن يتحقق، انا بتكلم على الداخلية والامن المركزي و هي دي شغلتهم. تمام، علشان كده بس عايزة الفت نظركم ان في الفيديو اللي قبل كده محمد علي قال ان هو نازلك الجمعة الجاية، ما نزلش، وبعدين الجمعة اللي فاتت قال انا نازل وما نزلش، انا مش عارفة ايه المعيقات. وبعد كده قال انا هنزل مش الجمعة دي، الجمعة اللي بعدها. وفي حالة عدم استجابة الرئيس الحالي للتنحي عن الحكم، فقال انا هنزل الجمعة اللي بعدها واستقبلوني واحموني منهم، وانا هنزل على راس التين في مركب، اللي انا عارفة ان المركب بتاخد من 7 لـ 8 ايام من لو اتحركت من اسبانيا لاسكندرية، وبالتالي هو محتاج يتحرك من دلوقتي لو هو صادق النية. طبعا هو قرار صعب اذا كان صادق فيه ان هو ينزل، وفي نفس الوقت احتمال عايز يتأكد من تفاعلكم معاه، فبيعرض الفكرة اكتر من مرة، او انا مش عارفة ليه. ما هو يعني يا ياخد قرار حاسم انه جاي، او فكرة انا جاي وما يجيش دي برضو شوية هتعمل احباط او تشكيك، يعني تكون شوية تقول انا هاجي وحنزل وما بتجيش. فبرضو النقطة دي بلتفت لها. بحب بس افكركم ان انا بلفت نظركم او بعمل معاكم تحليل للاحداث مش اكتر، مش بغرض توجيه دماغك لاي اتجاه، او تقدر تقول ان هي دي المساحة الحرة بتاعتي اللي انا بعبر بيها عن رأيي وتحليلي للموقف زي ما انا شايفه. ساعة ما سمعت الفيديو امبارح وانا في حالة من الذعر، يعني لان بتخيل السيناريوهات اللي هو بيقولها، السيناريو ده هينتهي ازاي. يعني لازم الواحد يبقى عامل حسابه كويس قوي على الطرف التاني كيف يتعامل مع الفعل، يعني ايه اللي هيكون رد الفعل اللي قدامي، وكون درسه كويس ودارس العواقب، لان انا احنا بنضحي بناس هتخرج في الشارع.
الحقيقة بالنسبة لي منى إبراهيم الاختيار الثورة أو خروج حشود للشوارع ليس هو الاختيار الأول ولا هو الأفضل، بل أنا أميل لو احنا نتكلم بسياسة إن في طرق كتيرة للاعتراض على الحاكم أو الرغبة في تغيير نظام الحكم، طرق سلمية كتير يجب أن نخوض فيها قبل اللجوء إلى الخروج أو الحشود أو التعرض الناس للعنف. أنا عايز أفهم يا محمد، أنت بهذا العدد الضخم اللي بيتابعك وتأثيرك على الشارع وعلى المواطن البسيط، وأنت فعلا وصلت لهم، ليه مثلا ما عملناش دعوة لعصيان مدني؟ طالما إحنا بهذه القوة وهذا العدد الضخم، ليه ما قلناش مثلا ما حدش يروح الشغل أربع وخميس وجمعة، أربع وخميس ما حدش يروح الشغل؟ في وسائل كتيرة للاعتراض السلمي الآمن اللي كان المفروض من الجمعة دي للجمعة اللي بعديها إن احنا طرق نمشي فيها وننتهجها علشان نتجنب الصدام مع الأمن والتضحية بالناس. عملنا التعديلات الدستورية علشان نحطها في الدرج، مش المفروض إن المادة رقم 200 هي اللي بتخلي الجيش ملك لإرادة الشعب وهو اللي بيحمي المدنية وهو اللي بيحمي إرادة الشعب وبيحمي الدولة؟ منتظرين ايه؟ ما هو العدد من القتلى والجرحى والشهداء وكم عدد من المعتقلين اللي بعديها هتبتدوا تتحركوا؟ يعني لو ما كانش بعد الدعوة اللي هتحصل والتظاهرات اللي هتحصل يوم الجمعة، لو ما كنتوش قبليها تعملوا اي اكشن لوقف هذا الموضوع، يعني انا فعلا بدعو الشرفاء من رجال الجيش للتدخل فورا قبل يوم الجمعة للخضوع لإرادة الشعب بأي شكل من الأشكال. واللي هتقول لي أنهي شعب؟ هو الشعب ده مش أنتوا، مش الشعب هم المعارضين؟ خلينا دولة قانون ونطبق الدستور ونعمل استفتاء. هترجع تقول لي ويعني هو احنا دولة قانون قوي وهم هنثق فيهم نطالب برقابة دولية؟ ولا احنا ما بنثقش فيهم، ومين اذا كان الدول والعالم كلها بتدعم السيسي؟ خلاص أذكركم بالانتخابات اللي كانت بين مرسي الله يرحمه وشفيق، اللي كان فيها شباب الإخوان قاعدين بيتين قايمين نايمين قدام الصناديق بيحموها وماسكين متمسكين بيها، وعملوا لنا بصراحة كارت إرهاب إن لو حصل أي حاجة هتحصل مجزرة. ما نعمل زيهم، إيه المشكلة يعني؟ منتظرين إيه؟ أنا بدعو قيادات الجيش لتدخل فوراً، والا معناه ان انتوا فاسدين، ان انتوا بتحطوا بتخاطروا بالناس وبتحطوهم في هذا المحك. يعني انا مش فاهمه احنا مستنيين ايه. وبعدين ما هو ده النتيجه الطبيعيه اللي احنا هنوصل لها نتيجه اعتقال كل الناس اللي هم بيشتغلوا في الاحزاب واغلاقها وملاحقه اعضائها. عندنا مثلا حزب مصر القويه عبد المنعم ابو الفتوح والقصاص النائب رئيس الحزب بقالهم قد ايه معتقلين؟ ده نموذج، ده غير اللي انا قلتهم في الفيديو امبارح، ده غير شباب الاحزاب اللي بيتم مستقبلهم ضاع، بيعتقلوا بوقت طويل وبعد كده بيطلعوا تدابير احترازيه. امال هي ايه فايده الاحزاب المعارضه؟ ان احنا نتجنب الموقف اللي احنا موجودين فيه. لكن لما كل الناس اللي هي مؤهله انها تعمل في المجال السياسي لما يتم قمعها بهذا الشكل، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك محمد علي، وهيطلع لك وائل غنيم، وهترد عليهم فيفي عبده ومحمد رضوان رمضان وممثل كده مش عارفه اسمه ايه برضو بيتكلم بلغه اهل الشارع، على راسنا جميعا مهما يكون. بس هي مش هي دي مصر على فكره، مش هي دي مصر، وانتوا اللي طلعتوا الناس دول، وبالتالي هم دول ما عندهمش لغة غير يلا على الشارع. يعني احنا بندفع ثمن اللي انتوا عملتوه. الوضع بجد خطير، والتعامل معاه ان فيفي عبده تطلع تشتم ومحمد رمضان يطلع يتكلم وفنان معرفش اسمه ايه، ده مش حل. الفنانين انها تطلع ده مش رد، الموضوع اخطر واعمق من كده. الالاف اللي بتنزل في المظاهرات التعامل معها بالقمع هيولد غضب اكتر وانفجار اكتر، وواجب الجيش لان هو اللي بيملك السلاح وبيملك القوة، هو اللي يسيطر على الامور ويحمي مدنية الدولة طبقا للدستور. الكلام ده انا بعيده وبزيده 100 مرة، وهو بالتفرج على المشهد هو بيتخلى عن دوره. فالحقيقة يجب التعامل مع الأمر بشكل مختلف.
مش عن طريق ان تبعتوا لنا فنانين يردوا ويطلعوا يشتموا. انا مش فاهمه مستنيين ايه يعني. الناس عندنا اربع وخميس وجمعه في حاجات هتتعمل، في ناس هتبقى في الشارع، كيف سيتم التعامل معهم؟ انا حقيقي مش عارفه. الاختيار محمد ليس هو الاختيار الافضل بالنسبه لي، ولكن لو انت الناس ما بتشتغلش سياسه يبقى اللي بيتكلم رجل الشارع، وهم ما بيعرفوش غير الشارع، هي دي طريقتهم، مفيش حل تاني، لان محدش سمع لهم، محدش سمح لهم بقنوات شرعيه علشان يعبروا عن اعتراضهم. فكل الناس المثقفين المتعلمين انصاف المتعلمين الرجل الامي البنات الجامعيين رجال الاعمال الشرفاء اللي هم تعرضوا للضرر من الحكم الحالي، كل الناس هتنزل في الشارع لان مفيش قنوات اخرى. فكره مش انا بس اللي في حاله ذعر، كل الناس حتى اللي بيمشي في الشارع خارج وعارف انه بيخاطر بنفسه وبامنه واسرته، كل الناس اللي بتحب مصر مش عايزين الناس تخرج في الشارع، مش عايزين تاني ثوره، ما كناش عايزين كده لان ده له تاثير كبير على اقتصاد البلد. احنا عايزين الامور تمشي بهدوء. دول في افريقيا عملت تبادل سلمي للسلطه، ميتين على الحكم ليه؟ ميتين على الحكم ليه؟ يعني انا مش فاهمه، نقطه دم واحده، واحد بس يموت ليه؟ ليه كل ده؟ عشان ايه؟ علشان فرد ولا عشان مصالح مع هذا الفرد ولا عشان فساد هو وردكم فيه؟ لازم الجيش يتحرك، لازم يتخذ موقف يليق بيه وبمكانته، مفيش حل تاني. كلنا خايفين على بلدنا وكلنا خايفين على كل مواطن على أمنه وسلامه، وطبعا الضباط والعساكر جزء قطاع من الشعب المصري، احنا لا نرضى لأي حد أن يتعرض. لا لما بيسقط شهداء الموت ما بيفرقش، بيبقى من الطرفين، واحنا مش عايزين لنضحي بحد من الطرفين. تمام، هنتفرج على اللي بيحصل. بجد يا ريتني كنت موجودة في مصر. تحياتي ليكم، ويا رب الموضوع ينتهي على خير، واتمنى كل الخير لبلدي، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.